قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوا لهم ما تجيش تاخذ رواية البخاري، خذ رواية البخاري ومسلم وشوف حتى دخل الإمام الشافعي لقاه في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الخطبة حتى قضى سليم الصلاة. شكون اللي ما يمشيش سليم حتى تكمل صلاته؟ هذا هو هذا من عند المالكية وعند الأحناف يراوا الحرمة خلاف الشافعية والحنابلة ما يراوش ياخذ ظهر الحديث. وعندنا كما عندنا في علوم القرآن وقت تقرأ القرآن الكريم عندنا اكتب كلمة في سبب النزول وأسباب النزول، كذلك في الحديث لرسول الله عندنا عدة كتب أسباب النزول في القرآن، هذه أسباب ورود الحديث. عديد من العلماء ألفوا فيه، حلو خذ كتين في أسباب ورود الحديث باش يتضح، يعطيك بما يكون أشبعها ويقول. ولذلك يعتقدون الأحناف والمالكية في هذا أن لما اطلعوا على جميع رواياته تخص صحابي جليل سليم الغطافين، وكان فقيرا وقت البس ياسر معناتها مقطع وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين حتى يشوفوا الصحابه كاين، وقال لهم صلى الله عليه وسلم طب انتم هذا يا فقير خوكم بيناتكم في الشكل هذا وانتم تصلي الجمعه بعدين؟ قال عاودت مرتين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ومن بعد في روايه اخرى ثم لم يعد بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاودش، قال في المره الثانيه مرتين. ولذلك اعتبروا الحرم وخذوا القول التابع الجليل، تعرف من اكبر التابعين شكون؟ سيد بن المسيب. ماخذ بن شكون؟ الصحابي الجليل ابا هريره عبد الرحمن بن سعد. ماخذ بنته سيدنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من كبار التابعين وفيهم صغار التابعين وكبار التابعين. سعد سوزخ هو واحد صحابي واخر تابعي برك، كيف شكون؟ كيف عبد الله بن الزبير بن عوام صحابي وخو سيدنا عمر بن الزبير تابعي ما خلطش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاخر صحابي رضي الله عنه وارضاه. هذا من سنين اما اوقات الكراهه فصلاه النفل تكره من بعد صلاه الصبح. الانسان اذا صلى الصبح تكره الصلاه حتى تبدا تشرق الشمس وقت تكون حرام. شرق الشمس ترجع مكروه الصلاه حتى وقتها حتى تطلع الشمس مقدار ربع. قديش تقريب ممكن يكون سيدي محمد الاخوة؟ قرابة 4 دقائق 20 دقيقة، فما يكون 10 دقائق فما يكون 15 دقيقة، لكن معتمد 4 دراج بعض الشروط تحل النافل تقعد حداه موجود على طول حتى الليل انت تصلي العصر، خلافا للشافعية يرى منتصف النهار عندهم في ذلك احاديث لكن لو جد حتى صليت العصر. إذا صليت العصر تقرأ النافذة حتى الغروب تولي حرام، إذا غربت الشمس ترجع الكراهة المالكية ديما عند الملكية حتى أنت تصلي المغرب، بعد ما تصلي المغرب تولي حل النافذة. سيدي ركعتين فجر سنة رهيب. شو ركعتين فجر سنة مش سنة؟ يقول سيدي معاش فجر رهيبة وتقضى للزمان. بل هي صلاة الصبح في السنة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في عديد من الأحاديث، وفي القرآن سماها ربي الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والآخرين هذيك تسماه رغيب لأنه رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ركعتا فجر خير مما طلعت عليه الشمس، في رواية أخرى خير من الدنيا وما فيها. تفضل. يقولوا هما يصليهم في المسجد يعوضوا الركعتين تحية المسجد، هل هذا صحيح؟ إذا كان دخل المسجد وصلى عند الفجر يعوض تحية المسجد، وكذلك احنا عندنا إذا كان لقيت الإمام في الصبح ولا في الظهر وأنت تجي تني معاها تحية المسجد تضرب عصفورين عجم، جعل لنا ربي هذا القران فما حتى في الصوم. إذا كان المرأة مثلا جات أيس جاء شعبان في رمضان وجا شعبان عندها ايامين فترة في رمضان الاحياء في فرض باش تعاود عندها باش تعاود واجب عليها باش تعاود.
صيامه يكون 6 ايام تاع الجوع تنوي القضاء وتنوي النفل وتضرب عصفورين بحجر. برشا ناس مساكن ما يعرفوهاش، تعرف تلقاها عندك الكتب الملكيه مش في برشا كتب، تلقاها في بومه السيدي سيدي احمد الدردي كتب اخرين ما تلقاهاش، فذكرها في الوضوء وذكرها في الصوم وذكرها ثلاث مواضع. والدليل على ذلك يقول لك خلاف ذلك، قل له في الحج وقت تنوي الحج تنوي معاه العمره وتقوم اعمال الحج فرق البركه، شو تسمى ذلك؟ القران تضرب عسكري وحجر عليك هذه المكان. مفهوم سيدي؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل اقوالنا وعلى اله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا وفرجها الله وعلى اله وصحبه يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأت عينه من جمالك وقلبه من جلالك حتى اصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى اله وصحبه يا الله. يا رب افتح علينا فتح العارفين بك يا الله، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. يا ربي قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وهذا